السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج دار وديكور. محظوظة هذه الحلقة هي فاطمة الزهرة، والفضاء اللي غنغيره هو صالونا. نصائح متعددة غادي تسمعوها على لسان مختصين. مع سلمى غادي تغيروا فضاء من فضاءاتكم بحيل حرفية وفنية، وفي قرات لاتولي مع مهدي غادي تشوفوا فكرة بسيطة ومتميزة في نفس الوقت، بالإضافة للعديد من الفقرات. تابعونا. فاطمة الزهرة هي محظوظة هذه الحلقة من دار وديكور. مشكلتها الأساسية مع صالونها هي مساحته الصغيرة اللي كتحير. صالون كيف ما شفتوا عندي أنا ملي كتكون داخل مع الباب، صالون قريب الباب، عندي المساحة صغيرة ولكن ما عرفش كيفاش نكون منه دوز اسباس. ما عنديش اون ايدي، زعما خاصش ضروري يكون شي حد بروفيسيونيل اللي يعرف كيفاش يصاوب ليك هاد الاسباس الصغير. ولي كولور انا شو اوفيرت لكل شيء. سلمى، الصالون ديال هاد الاسبوع انت اول حاجة كنشوفوا الناس يلا سكنوا، بداو في الاتات ولكن حبسوا جاتهم القرعه ديال دار وديكور، كاينين فينا الثقه دونك ما كملوش. تري بيان، واتستع ديالاش هذا غير ديال الانترفون كيبقى يصوني. داكوغ، دونك سمعي كاين واحد الدخيله هنايا، داكوغ غتستعملوها، خصنا نستعملوها. وكاين هذا الصالون هذا، دونك انا دابخي الدوسي وعلى وجي في ان بيتي تور هنايا، كاين غير هاد لابارتي فين غادي يجلسوا يتغداو ويتفرجوا في التلفازه ريسيفوار ايتترا. دونك انا تنظن على حسب لو بلان وعلى حسب الاحتياجات ديالهم، اون سالا مونجي سامبوز هنايا والصالون فايت لا. داكوغ، وغادي نمشيو على او بور بينيفيسي، باش نكتبوا ستادير الجلسات الصالون تكون اوبتيمال. دونك هنايا اون سالا مونجي هذيك 4 حتى 6 تاع لي شاز. دونك بقات اون كيسيون ديكوراسيون، كومون غادي ديكوري وكيفاش غادي نشخصوا كل حاجه، ساشان كو ايلي با مال لو موتيف، زعما كلو يبقى غيبقى الموتيف. اما غادي نخليو فهاد الصبغه حتى تشوف، شتي دابا واخا نبغيو نصبغو راه سي تري ديتايي، شو راه كاين واحد لي بيتي توش على الانتيغيور اللي جيتي تب خص لو بيتي بانسو باش تعاود الصبغه ديال داكشي الداخلاني. دونك اللي مشانا مع حنا الديكور ديالنا غيبقى تبقى لا كولور تيل كو، ما مشاناش غادي ديك الساعه تندخلو فداك لي بيتي توش اون بلون الداخل. اوكي، هنايا غادي يكون ان بوستر ولا يكون ان بابي بان دون لو رابيل، يكون تماك في لو سالون. باش نفرقو ونديرو زعما الفضاء ديال لا مونجي هنا والصالون. اكزاكتومون، وغادي يكون ان تي رابيل هنايا تا هو في الدخله باش نجمعو لي دو اسباس بوغ اغرانديغ فيزوالمون. اوكي، اغران، واخا كاين البرد باقي بان ليا نقي. ايدي امباك، دونك حنايا اون فالوستري، داكوغ، هادشي اللي كاين، دي ريدو. الوغ دو باغ كونتخ، دو مومون و حنايا غادي نديرو جوج ديال لي اسباس، من الاحسن نمشيو اون فاديسباتشي دو تا هو في لي دو اسباس. اوكي، هنايا غادي نديرو دو سوسبونسون، ما نديروش اون سوسبونسون في اللي غادي تجي على الطبله، نديرو جويجات، وهنايا غادي نديرو اون سوسبونسون بور لو ساب. صافي، ان جولي تابي، داكشي عاوتاني لي بتيز اسباس تو سي راه ماشي ساهلين حتى هما. الواحد تيقول راه ساهلين، مي يفو تخوفي ان بتي فيل كوندكتور اللي غادي يناسق مع هادشي كلو. فوالا. اوكي، دونك نمشيو غادي نبداو الخدمه ديالنا. يلا. من بعد الاستماع لفاطمة الزهرة وتحديد نقاط العمل اللي غيمر منها هذا المشروع، بدينا الاشغال، وطبعا بدينا بعلاج المشاكل اللي في الحيوط وتوزيع قواطع الضوء في الفضاء كله. سلمى، ديجا عندك شي فكره؟ كاين اسماعيل، كاين ريغارد لو موتيف ديجا. واش هو هذا؟ ماشي هو هذا، في هذه الحلقه في هذا الاسباس اون فا اوزي اش في هذا تي بابا. هضره كحال سلمى، وعندنا ماشي كحال سلمى، فونسي فوالا فونسي. الوغ شوف، ليسباس سي بيتي، ليسباس صغير، حنا غادي ناخذوا ان اونغل، حيت نقولوا للناس ملي تيكون ليسباس صغير اون فو اوزي اون كولور شاتويون، كناخذوا ان اونغل ولا ان مور. دونك هذا غادي يكون ايفيكتيفمون في لو كوتي سالا مانجي، لو ريست ديال لي مور غادي يمشي في هاد لا كولور هادي. داكوغ، غاتمشي بالصباغه افيك ان ايفي سبيسيال. اوكي، دونك من هذا بارتير دو سويلا اون فا ديكليني توب ديال السدادر، ستادير اللون ديال توب السدادر، اي ميم لاكسيسوار. دونك عندك لي كوسان غادي يمشي في الصفوق في البيج، داكوغ، مي باغ كونت ما يكونش عندنا ان اوتر موتيف.
فوالا ولا غادي تكون اون جيومتري تري ليجير عاديه فوالا داكور باسكو تنكون فاهم تي اسباس تن اون غارد ان موتيف ما تمشوش في جوج لان سا في بوكو ولا ان موتيف دو طون سور طون اوكي دونك هذا هو اللي غادي يكون صافي صافي واخا يلا جينا باش ناخذوا لي سسبونسيون اللي غادي نديروا في الصاله مونجي واللي غادي نديروا في الصالون الرئيسي وديري مع فهد شنو نشوفوا اسماعيل بالنسبه للصاله مونجي مازال شوف هذا الموديل هذا ايكونو 3 لا ليميير بلون ولا جون كيف ما بغيتي تقدر دير ليد سيمير حيت ما كيكونسومي والو غير حنا بغينا نعاودوا نذكروا المشاهدين شحال من مره يمكن شي 1500 مره كنقولوها فاش كتكون الطابله اللي غادي تاكل عليها صاله مونجي من الاحسن تكون لا ليميير نازله بزاف تكون سسبوند تكون كونسونطري على الطابله باش كيبان لك كلشي يقدر يكون ليليير كما انه يقدر كيف ما بغيتي نشوفوا لو صالون شنو وقتي هادي اخويا اسماعيل هي الطريه اللي عزلت بالنسبه للصالون الرئيسي فيها 5 لومب يعني بالنسبه للكليغاج راه سوفيزون كاده وغتماشى لكم على ديكو اللي درتو انا اللي مهم عندي هو دوك السيستم نقدروا نزيدو نقدر تموديفي كما بغيتي على حساب لاغوتور ديال البلان تري تري بيان دابا انا بقاو لي زيطاجير انت غير قول لي واش صحيح ولا لا غادي نمشي طول غندور على اليمين غنعاود نمشي طول حتى الاخر ونعاود ندور عليه هي هذيك مرحبا محل محل الله يبارك فيك فضاء هذا الاسبوع غادي نقسموه على جوج صاله مونجي وطبيعه الحال الصالون الرئيسي وجينا باش ناخذ الطابله اللي غادي نحطوها في الصاله مونجي والباب خاف مني وتحت الطابله اللي اختارينا هي هذه مصوبه من الدجاج رجليها من الخشب فيها 4 ديال الكراسه فيها الوان مختلفين وفيها حتى مواد مختلفين يعني بالنسبه لهادو اللي بالكري مصوبين من التوب اما هذا اللي بالكحل مصوب من الكوير فوالا وخدينا واحد لا كونسول حتى هي مصوبه من الدجاج غير هذه فوالا رجليها مصوبين من الحديد غادي نفرقوا بها ما بين جوج ديال الفضاءات غادي نحطوها الوسط دابا غادي نكملوا الشوبينغ وخدينا هاد لا كوموند البيبان ديالها مصوبين من لاكي لاكي ساهلين في التنقيه فوالا قاصحين مزيان صح والعمل غادي نديروها في الدخله ديال الصالون كما العاده جينا باش ناخذ الزراب اللي غادي نحطو في الصالون ديالنا واختارينا جوج فوالا سي اسماعيل لا كوموند ديالكم ها هي خدي جوج الزرابي في نفس لا مارك وفي عبار واحد لا مارك اللي هي هانوفر هانوفر واخا دابا بغيت نعرف واحد الحاجه بحال دابا حنا عجبتنا هاد الزربيه هاد ياك ولكن كاينه كبيره مشينا شفنا وحده اخرى ولقيناها صغيره بزاف ما لقيناش العبار ديالها نصيبوها لك على العبار اللي بغيتي العبار ديالك نصيبوها لك فين كتصوب هنا في المكان هنا نصيبوها لك كتاخذ الوقت بزاف لا ماشي بزاف ساعه ساعتين لا كوموند ديالك تكون واجده الزربيه موجوده ديالها ميرسي ماشي مشكل اسمع حسن السلام عليكم كيداير لاباس عليك لاباس عليك صحه لاباس الحمد لله الحمد لله لا كوموند ديال دار واديكور هي هادي هي هادي شنو سميتها هادي؟ دراسينا وملكي دراسينا وملكي هادي ديال البلاد ولا جايه من برا ولا كتجي من برا وكاينه في البلاد من برا فين منين كتجي من هولندا كتجي من فرنسا كتجي هادي ديال الانتيريور ياك صلاح الداخل واخا شحال من مره خصها تسقى في النهار ولا في السيمانه ولا ملي مره في الاسبوع تقريبا ولا 10 ايام كتسقى اوكي حنا خدينا جوج ديال لي بلونط عطيني الاخرى تاع هي الثانيه هاي خديتو هادي تاعي هادي كبر هادي بانت لي واقيلا اكستيريور حيت كنفرقوا ما بين الاكستيريور والانتيريور على حسب الورقه ياك لا هما بحال بحال هادي فيها اللي كتعيش على برا وفيها اللي كتعيش لداخل هادي كتعيش هي لداخل سميتها هادي دراسينا فاغونس حتى هي شحال خصها تسقى مره تقريبا نفس الوقت مره في الاسبوع ولا 10 ايام كتسقى تري تري تجمع لي داكشي انت بكل اشكال بكل العمل على الصباغة والحيوط يعتبر من أساسيات الديكور مرحلة وضع الصباغة التزيينية والبابي بان الشيء اللي غيحدد هوية خاصة لكل واحد من الفضائين البحري شفتك هز السراج ديال الصبابط بغيتي تحيد شي حاجة من ستوكو ما كانش عندي السراج وباش نديباني أنا بالي هاد السراج بيض هذا ديال الصباط ترونسبارون يخدم لي كاع لي غوتوش ديال اللي عنده ستيكو في الدار كاع لي غوتوش اللي كاينين يقدر يستعملو ويبقى يحتفظ به في الدار وزيدون هذا كيكون عندنا في الدار غالبا تلقى السيراج ابيض يعني اي طبعه عندك ولكن هذا غير الديباناج هذا غير الديباناج ما كنقولش باش نخدموا به واخا
اللي كنخدموا به كاين شي واحد بروفيسيونيل ديال هادشي. كاين السيراج، كاين ديال الماء، وكاين ديال ليسونس العادي، وكاين ديال الماء ايكولوجيك، وكاين ديال ليسونس كيحيد الطبيعي وكي ويعطي لابريونس، هو سيرتو لابريونس ويبروتيجي لنا الحيط. جينا ناخذوا تتمه ديال لي زاكسيسوار، منهم هادو اللي غادي يكونوا محطوطين فوق الطابله. وعجبتني بزاف هادي الشكل ديالها بحال الورقه لا فوي دي غابل، واحد الشجره كتواجد كاينه بزاف في كندا، ولا كيصوبوا منها ايضا واحد السيرو، سيرو دي غابل 100% طبيعي كيشبه العسل. فوالا، وغادي ناخذوا هاد البورت بوجي اللي مصوب من القصب البومبو بواحد الطريقه فنيه وينه بزاف. وغادي نزيدوا بعض الاكسسوارات اللي كاينين في الجهه اخرى. هاد جوج مرايات اور ميتال، لا فورم لي فيهم، لا فورم جيومتري غادي تجي لينا مع الديكور ديالنا. جينا باش ناخذوا لي زاكسيسوار اللي غادي نكملوا بهم الديكور ديالنا. حنا غادي ناخذوا بلاطوات، كاينه واحد التشكيله كبيره ديال لي بلاطو اللي بالصفر ما غاديش يجي، هذا الزرق الشكل ديالو حتى هو ما غاديش يجي. الاختيار ديالنا بالنسبه لي بلاطو راهما هذوك الجوج اللي تما، لا من ناحيه اللون ولا حتى الموتيف اللي فيهم غادي يجينا مزيان. وجاتني واحد الفكره، مهدي هذا البلاطو هذا تقدر تصوب منه طاب الباص اوكي، اما بالنسبه للاكسسوار الاخرين هادو غادي يجونا مزيان. هادو مصوبين من الالومنيوم، وي الالومنيوم تقدر تحط فيهم اي حاجه، الشوكولات، السكر، الحلوى، ولكن ما تاكلوش بزاف ديال السكر، القرقاع، اللوز. هادشي غادي نحطوه هنا وغادي نجمعو باش نديم. كما اتفقنا البلاطوات بجوج غادي يوليو طابلو باس. طابلو باس. غير بغيت نسولك، دابا انت شفتهم من بعيد، دابا من قريب، بالنسبه للخشب واش غيسهل عليك الخدمه ولا غيصعب عليك الخدمه؟ لا حتى صحاح، دونك الخدمه تكون فيه مزيانه. اوكي. حيت ماشي رقاق بزاف، دونك طبيعي. واخا، دابا باش غادي تبدا، كيفاش غتفيكسي هاد الرجلين؟ غنديرو لها رجلين، غنديرو بعض الرجلين ماشي رقاق، غنديرهم كروزي. اها. وغادي نشوفو فيغ ميزيغ. تفضل. بغيت نعرف دابا شنو هي المرحله التاليه، اش كتاخذ بالعبارات بعدا؟ وي تناخذ العبارات. واخا دونك باش نفسر لك هذه الخشبه هذه غتجي هنا هاكا اوكي، وغتجي واحده اخرى من لهنا باش يشدوا شويه الرجلين اوكي، عندي واحد الخشبه اخرى من هنا واحد الخشبه من هنا، يعني هادشي فيه العبارات بزاف، فيه لي زونغ بزاف. ما ينفع تمشي تعطيك الاولى العبار صافي تمشي الاولى كتبع الاخرين. دونك ها هادي شتات فهمتي، مابقاوش دابا نديرو الاخرين. غديرها في لو ميم سونس ولا كاسكو تو بونس؟ انا بان ليا لوط سونس، حيت حنا في دار وديكور عزيز علينا شويه ديكالي، غتقرا واحد النهضر لا هكذا ما تنفرضش. لا لا ما تفرش بيت شوية دير لها هكا غتجي مزيانين. سبعه جولي. واحد الحاجة بغينا نقولوها للمشاهدين ديالنا مهدي الله يخليك، هاد الكحولية اللي كتكون في الخشب أشنو سميتها؟ مازا. ها الخشبة التانيين غادي يجيو هكا، وحدة بحال هكا وحده دون سونس كي بغيتيها انت مقلوبه، وعاد كاين هادو اللي هنا ياك. وي وي وهادي الثانيه اسماعيل تجي هنا. علاش ما كديرش لها بحال هكا زعما تاع الفوق كدير لها هنا باش كتخلي هاد الخويه باش اون فوا نحطو طبلة في الارض الا كان شي رجل شويه ناقصه ولا شويه زيده غنبقى عندنا في النهايه. اوكي كيبان لينا صافي قربنا نساليوها. صافي بقى لي شويه د الحكان ومن بعد نخصني نصبغ رجلين. واخا. ونصوب الطبله الثانيه بيان سور. اوكي في لو ميم كونسيبت بحال بحال. ميم كونسيبت، شوف كي جات بعدا. انت كربات لي زوينه.
غير انا بغيت نقول لك واحد الحاجه، واش نقدروا زعما نزيدوا دجاجه باش نزيدوا في الديكوراسيون؟ تقدر دير دجاجه بيان سور، بوتيمات حيت هي زوينه، وبعض المرات على حساب الموتيف ضروري ما تكون دجاجه. علاش؟ لان الا كان محفر بحال هكا تقدر تحط شي براد ياك يتقلب يجي في الحفره. اكزاكتومون، احسن تكون دجاجه. اكزاكتومون. اوكي، ما بقى لك دابا الا الثانيه. غنصوب الثانيه. تبارك الله عليك. ميرسي يا اسماعيل. ميرسي. الله يحفظك. سكينة هاشم هي ضيفة حلقتنا لهذا الأسبوع. عملها كديزاينر خلاها وحدة من المبدعات في ميدانها. سكينة استقبلتنا في فضائها وعرفتنا عليها وعلى فلسفتها في عملها. J'ai eu mon diplôme à 10 سنين et je me suis lancée en tant que freelancer. Ensuite j'ai lancé l'agence Diali à 5 سنين. Les bdites fait la décoration d'intérieur, l'architecture d'intérieur. Ce qui est intéressant ou les mohim le métier de designer, هو بانني ما كنخدمش بوحدي. الا كنت كنرسم هذا الرسم كنخدمو مع ناس اخرين اللي يفون ايفولوي واللي كيفكروا هذاك الرسم معايا باش نقدروا نرياليزوه ensemble. Notamment Naf Shape مع mes collaborateurs اللي هما Shape. Mais aussi les projets personnels d'Ali ou la professionnelle, je travaille avec des collaborateurs externes qui sont Hreifia ou qui connaissent le métier d'Ali. Ils travaillent avec la matière, qui travaillent directement en contact avec la matière, ou moi, je travaille avec la matière. Je travaille avec la matière. Et l'expérience de l'échange avec les artisans, les maîtres artisans ou les collaborateurs, بالنسبه ليا سي لا كلي اوسي ديال لا ريوسيت ديال ان ديزاين. بالنسبه ليا مهم بزاف نخدم ان كولابوراسيون مع لي ارتيزان وماشي نعطي اون كوميسيون ولا ان طراي افير ليهم، حيت في الخدمه ان كولابوراسيون كل واحد كيتعلم وكنخدموا انصامبل بور ان برودوي لي لو ريزولتا ديالنا بجوج. لو ديزاين بروسيس كيعلمك بزاف د الحوايج، كيعلمك بزاف د الحوايج ا بلوزيوغ نيفو، كو سوا او نيفو بيرسونيل ولا اكستيريور مع الناس. اي انكور اون فوا بور موا سيتي لا كلي، لا كولابوراسيون مع الناس علمتني وباقا كتعلمني حتى لدابا كيفاش انا، كيفاش انا مع الناس وكيفاش انا مع الحياه. سيغ ميزور مع سلمى. الدوسي ديال هذا الاسبوع هو تيخص ليسباس ديال السيده عائشه مدينه تطوان. هذا ليسباس اللي هو عباره عن ريسبسيون، دونك فيه اون سال مانجي وفيه ان كوان سيجور ولا ان كوان سالون. اللي ملي تندخلو ملي تنشوفو التصاور تنشوفو بان كاين بعدا ربعه ديال الاشكاليات. كاين واحد البيرو افيك لورديناتور اللي محطوط في 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 لابارتي اوفيرت اللي فيها لي بي فيتري اللي عاكي على لاكور. الاشكاليه الثانيه هو بالنسبه للحيط كي مان فيغ لاكور، هو جات سيدة عائشة ودارت اون كولور فونسي، هو اللي تي يل بلوك ان تي بو داك لو باساج فيزويل يل بلوك ان تي بو. الحاجة الثالثة هو بالنسبة لو كغون اسباس بالنسبة لهاد لا ريسيبسيون، هي حاطة فيه سالا مانجي، دونك لا سالا مانجي واخدة لسباس كبير ديال هاد لا ريسيبسيون، و لو سيجور واخد لسباس صغيرور ديال لو كاري اللي عندها فهاد لا ريسيبسيون. والحاجة الرابعة هو ما تتستغلش سوفيزامون هاد لا ريسيبسيون حيت ما عرفاش فين تحط لا تيلي ديالها. دونك الاقتراحات اللي تنتاقوا عليها هو بالنسبه لهاد لي دوز اسباس كيفاش نستغلهم احسن. هو من الاحسن بور اوبتيميزي لي اسباس الكلاسي اون فا انفيرسي لسباس سيجور، غنحطوه في لسباس سالا مانجي، ولا سالا مانجي غادي نحطوها في لو سيجور. لان ملي تنشوفوا داك لو كاري اللي فيه 3.5 على 4 مترو، يل بو كونتونير يل بو اكويير اون سالا مانجي ديال 6 ديال لي شيز. دونك هي اللي دخلنا لا سالا مانجي. وبالنسبه لسباس اللي هو اوفير ديال تيخرج جنة لاكور، تماك فاش غادي نحطو لو سيجور ديالنا. الوغ كيفاش غادي نحطوه؟ ما نحطوش بطريقه كلاسيكيه، غادي نحطوه افيك دو كانابي باراليل. فوالا، غادي كل كانابي غادي يجي جهه لو سيجور، جهه لا بي فيتري، وغادي نمشيو على طول ديال 2.5 متر باش مكننا نخليو لا سيركولاسيون. الوغ 2.5 متر مكلو يمشي فاسيلمون على 3-4 البلايص. وداك الحيط اللي موسط لي بي فيتري تماك فاش مكننا نحطو لا تيلي، وهكذا السيده عائشه والعائله ديالها مكلهم يستغلوا داك لو سيجور، يجلسوا فيه، يستقبلوا فيه الضيف ديالهم ايتترا. دونك ها هما كل حاجه دابا شدات بلاصتها. بالنسبه لي كولور وبالنسبه لا باليت توندونس لهاد لا ريسيبسيون كلها، هو من الاحسن اول حاجه هو غادي نمشيو على
un mur qui sera le fil conducteur ديال هادشي كله. غنمشيو على لو مور اللي تيدي لاكور لانه هو اللي عاطي على لو سيجور دابا وعاطي على سالا مانجي. تماك ممكن نديرو اون كولور كلير لان من الاحسن بحال اللي قلنا عمرنا ما تنديرو اون كولور فونسي بالنسبه للامور كي مان على كور هو يل بلوك داك لو فيزوال فيردور اللي عندنا على الاكستيرور. دونك غنمشيو اما في اون كوستوميزاسيون دو بابي بان ولا كارمون في اون كولور كلير وغادي نمشيو في ان فير او اللي بيان سور سيده عائشه ا اوبتي بور seulement pour une peinture بالنسبه لهذا الحيط هذا. بالنسبه لا سالا مانجي هو من الاحسن غادي نمشيو على اون جولي فريز ان بوا داكور لان هي تتمنى مدينه تطوان تنعرفوا بان كاين الزخرفه وكاين لو بوا كثير بزاف تيستعملوه الناس. دونك ممكن نمشيو على اون فريز ان بوا اللي تدور على لا سالا مانجي. من التحت غادي نديرو اون كولور فونسي نمشيو نبقاو ديما حنايا على لا باليت دي فير كلير ومن الفوق غنديرو اون كولور ان بو بلوز اكسونتوي بالنسبه للفوق. من حيت البلافون اللي جينا نهضروا على الكليراج من حيت لو بلافون عندنا عالي من الاحسن غادي نمشيو حنايا على لو فو بلا على ان فو بلافون بالنسبه لا ريسبسيون. دونك بالنسبه لي فوتوي من الاحسن نمشيو على لو فو بلافون افيك لي سبوت. وغادي تبقى بالنسبه لا سالا مانجي حنا اللي غادي نديرو غادي نمشيو على اون سسبونسيون سور لو كوان وغادي نمشيو على دو سبوت اللي غادي كيفون ديفينير داك لسباس ما بين لا سالا مانجي ولا ريسبسيون. هالكليراج دابا هو داك من بالنسبه دابا لاكسيسواريزاسيون ديال لا ريسبسيون بالكامل. مشينا على اون سالا مانجي لداخل من الاحسن نحطو تحت منه ان تابي بور ريشوفي ان بو بلوس لامبيونس. بالنسبه لو صالون لي دو كانابي غادي نجيو في الوسط وغادي نحطو ان تري بو تابي اون تابل سنترال بور لو كوتي فونكسيونيل غادي نحطو طبلة وسطانية وغادي نجيو وغادي نديرو دو كوسان باغتيغ. وهكذا غادي نكونو كملنا لو دوسي ديال السيدة عائشة. وتانتوم اللي كان عندكم شي دوسي تساؤلات صيفطونا بها وحنا هنايا باش نجاوبوكم. سور مزيور مع سلمى. اللمسات الأخيرة على الأشغال مستمرة ووقت قليل فقط كيف صلنا على استقبال الأتات. الأتات وصل وكل شيء بدا كياخد مكانه وطبعا للتعاون طعم مختلف في إضفاء لمسة جميلة على فضاءاتنا. اللمسة الإلكترونية ديال الأسبوع هي هذا البراسلي الذكي. ضروري ما يكون عندنا المودم باش ناخذ كونيكسيون انترنت باغ وي في تيليشارجي والابليكاسيون ديال الاكسسوار في التليفون ديالنا. من المميزات ديالو هو هذا الكابتور اللي نقدروا نخليوه في البراسلي نديروا في يدينا اولا نحيدوه ونديرو اما في الكاسكيطه ولا في الباراسول ولا اي بلاصه كيعبر لينا الاشعه الضاره ديال الشمس شحال درجه الحراره والابليكاسيون كتنصحنا وكتقول لنا شحال مازال نقدروا نبقاو تحت الشمس باش نتفاداو ضربات الشمس والحروق ديال الجلده. وهذا مزيان لكم وبالخصوص لوليداتكم. كما ما فيها باس نعاودو نذكروا المشاهدين لو كا ديالنا اليوم بالنسبه لهذا الصالون بلا راه فاش كنقسموا شي فضاء على جوج ضروري ما كيكون لون في هذا الفضاء ولون في الفضاء الاخر ولكن بواحد البتي غابيل اكزاكتومون اسماعيل. دونك اما دونك نعاود الهضره ديالك مي تنقسموا جوج الفضاءات سورتو مي تيكون فضاء صغير تنمشيو على دو زيفي دو ريفيتمون ولا دو كولور دو بينتور ولا جوج ديال الاشكال ديال البابي داكور. هادشي باش علاش لان ما تنبغوش نديرو ان مابل انتر لي دو سينون داك لو مابل غادي ياخذنا من داك ليسباس. هادي من جهه. من جهه ثانيه كونط اون اوز مي تنبغيو نعطيو واحد لو كو دو بيرسوناليزاسيون ولا واحد لا طوش ديال التشخيص بالنسبه لواحد ليسباس تنديرو في ان ليسباس باش مي تدخل تتشوف بان هذيك معطيه لواحد ليسباس بالحق منه فحال اللي تنقرا في هاد البابي بان عطينا واحد لو كود فوالا اون اوزي في ان كوان ومنه مشينا خديناه كفيل كوندكتور بور لو ريست بور ليسباس بالكامل داكور. دونك هذاك لو بابي بان عطانا قول اون شارت بالنسبه للالوان. هذه من جهه. من جهه ثانيه بالنسبه لتو سكي اكسسواريزاسيون ديال ان اسباس صغير سي ان شوا هذا اختيارك بالحق لا طوندون ما يكون صغير فان اسباس صغير من الاحسن لا يفو اوزي تنقولوا اون ديكو يفو اوزي غادي نمشيو في لو اكس اكس ال. دونك حنايا هنايا مشينا بالنسبه لهذا لو بانو هذا برينسيبال لو اول لان لو اول تنعطيو له واحد القيمه ديالو هو الواجهه ديال الدار اكزاكتومون. ولا بالنسبه حتى لو صالون غير اللي زدنا واحد لا بتيت توش بالنسبه لهذا ليسباس هو مشينا في داك لي تابلو اللي هما تري فانتيزيست على حسب لو ستيل ديال العائله. واخر حاجه باش نكملو هو واخا تيكون ليسباس صغير ولا صالون صغير
بالنسبه للزربيه هذه ما عمرنا ما هضرنا فيها بحق نعطيو هاد لاستوس، واخا الصالون صغير تنمشيو في زربيه كبيره اللي يمكن لها توصل حتى للسباس الثاني باش فيزوالمون تجيب لك الله بان الصالون كبير، وتنكملوا داك لي زيليمون ديال الصالون يوما سرادك بان بلانط بان كونسول بحال اللي درنا هنايا. فوالا دونك هذا هو قول سي فينالمون سي لو بروجي اللي اختاريناه اون ديكور اختارينا لهذا الاسباس هذا. فوالا سكي لا دوني كنتمنوا ان شاء الله العائله يجي ان شاء الله سنائل بارفي. ردت الفعل السيده فاش غادي تشوف ديكور جديد اللي في الصالون ديالها. شوفوا معنا تفضلي لالا. Waouh, c'est vraiment waouh. Vraiment zwin bzaf ma ndi nqol rien à dire kima kanqolo rien à signaler rien à dire and kouli je trouve. اجي تفضلي هنا جلسي هنا تفضلي. الاحساس ديالك الصالون الجديد ديالك كيفاش؟ فريمون زوين بزاف. كان عندي بروبليم ديال ليكليراج فوالا. انا كنت انا غنفرش ما جالي با بونسي باش ندير هذوك لي سوسبونسيون تما كنت غندير ان لوستر هنا. هاد لو او فريمون تيبيكمون داكشي اللي كنت مخيله في راسي واللي كان زعما اللي باغا ندير هو اللي درتو لي بلا ما قلت حتى شي حاجه بلا ما فريمون باسكو ما انا الحد اللي قلت عندي المساحه صغيره وبغيت ان سالون فين او جو بو ريسيفوار مي انفيتي او ميم طون فين ناكل انا وما بتيت فامي وهاد لا كولور فريمون هي اللي كنت باغا هادي كنت باغا parmi les couleurs اللي كيعجبوني اللي كنت باغا نيت لي كوسان هاد لي ستور شينوات تنقول هما اللي كنت باغا vraiment cool chez Zouin cool chez Zouin j'ai beaucoup aimé والله merci Darwa Décor merci beaucoup les cool chez انا شفت كل شيء شفت كل شيء vraiment cool chez Zouin c'est très joli. تحدي هذا الاسبوع كان بالاساس حجم الفضاء صغاره فرض نوع معين من الأتات والتفاصيل، والعمل كان على خلق فضاءين من فضاء واحد بالتشخيص بالألوان والمواد المستعملة في البابي بان اللي توضع في لصالة مونجي ضفاء أناقة ودفء عكسوها نفس الألوان رابيل في الطلامت والمخاد اللي توضعوا على الطرف الآخر في الصالون، كما أن اعتماد الأكسسوارات الكبيرة برغم صغر المكان أعطاه حجم أكبر وسمح للعين بأريحية واضحة تعكسات ابتسامة على وجه فاطمة الزهرة. mettre l'accent sur واحد لو بوين باسكو تانا parmi les gens اللي كنت كنقول داروا ديكور c'était pas زعما داكشي c'est pas réel c'est juste ما كاين لا تيراج او سور لا والو ولكن انا زعما شاركت ودرتها هكا او بيف مي وفي الاول كنت كنشارك ونشارك مي ديرنييرمون صيفط اون سول فوا وربي جاب التيسير والحمد لله. كيفاش جاوبوك؟ قالوا لك وي انت يا من المحظوظين غنجيو لعندك. اكزاكتومون عيطوا لي اون فام كي زعما ايمابل عيطات لي قالت لهم دوا فينيغ بوغ ان روبيراج خاصك تكوني ديسبونيبل اي تو وجيت شافوا المسائل من بعد قالت لي يوغا ان دوزيام تيراج وصور صافي عاودوا عيطوا لي وجات ليكيب كامله وما قلت لهم حتى شي حاجه حدي قلت لهم غير عندي المساحه صغيره ما عارفاش كيفاش ندير ليها
فريمون كلشي زوين كلشي زوين. ميرسي بوكو تبارك الله عليكم. كابسول ديال السباغه افيك لو غرو F19 في الكوندكتور F19 5e 3e 5e 5e